يا مصر، البيان اللي شفناه ده، شفتوا حضراتكم كم القوات اللي بتتحرك بيها مصر في كل الاتجاهات؟ كم بني آدم وكم جندي وكم ضابط وكم مسؤول بيتحرك عشان خاطر احنا نكون في أمان؟ شفتوا حضراتكم كم القوات وكم التكاليف المادية اللي بتتكبدها مصر في حرب زي دي على الإرهاب وعمليات زي دي؟ بنستهلك فيها أولادنا وبنستهلك فيها دمنا وبنستهلك فيها شباب وبنستهلك فيها خبرة وبنستهلك فيها اقتصاد، بنستهلك فيها كل حاجة، كل ده عشان المصريين يكونوا في أمان. ده كان البيان الثالث للقوات المسلحة معنا للتعليق على العملية الشاملة سيناء 2018 من وجهة النظر استراتيجية وعسكرية بحتة. معنا سيادة اللواء الدكتور سمير فرج، مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق. صباح الفل يا دكتور. صباح الخير لحضرتك وكل السادة المشاهدين. قراءة مع حضرتك في العملية سيناء 2018، البيان الثالث صدر من القوات المسلحة المصرية، وأين تقف مصر الآن بعد هذا البيان من وجهة نظر سيادتك؟ طيب، برضو نحب نوضح في البداية المدلول بتاع العملية دي كلها بدأت ازاي. اتفضل يا فندم. الموضوع انه كان بدأ من حوالي 3 أشهر وأكثر، وصول معلومات للقيادة العامة للقوات المسلحة بتقول ان العناصر الإرهابية دي ناوية تقوم بعملية كبيرة وبعمليات كتيرة أثناء فترة مرحلة الانتخابات الجديدة لرئيس الجمهورية. تمام. وطبعا كان الهدف من هذا الكلام إحداث بلبلة داخل مصر، إثبات إن النظام في مصر غير قادر على السيطرة على البلاد، ان ارسال صوره للخارج ان الانتخابات هتتم في جو غير ملائم وبالتالي هي غير نزيهه وغير مظبوطه، اعطاء الثقه للعناصر بتاعتها انهم ما زالوا موجودين على الارض. كل هذه الاهداف سياده الرئيس بعدها امر ان القوات المسلحه تبدا تنفذ عمليه شامله ضد العناصر دي، واعتقد بنت قدام الناس كلها لما كلف رئيس اركان حرب القوات المسلحه وقال له قدامك 3 شهور. منذ هذه الفتره بدات القوات المسلحه تعد لهذه الخطه. الخطه ما بتتمش في يوم ليله، لانها بتتم تجميع معلومات عن التجميع بتاع العناصر دي، اماكن تمركزها، المخازن اللي بتخبي فيها السلاح بتاعها والذخيره. كل المعلومات دي اتجمعت، بناء عليها تم التخطيط، ايه مين هيدمر ايه، مين هيتعامل على ايه. تمت الخطه اللي تكون شامله 3 اتجاهات، اتجاه سيناء ثم اتجاه الدلتا الموجوده فيها عناصر اخوانيه، ثم الاتجاه الشمالي الغربي على الحدود مع ليبيا، واضفنا اتجاه جديد المره دي وهو البحر الابيض المتوسط عشان اي عمليات تسريب او دخول الاراضي المصريه من خلال البحر اللي هم العائدين داعش من سوريا ومن العراق. يبقى كده عملنا اغلاق لكل المنافذ يا فندم. بالظبط. حتى امبارح المعبر بتاع رفح تم اغلاقه لان كان في انطباع عند المصريين كل ما نفتح هذا المعبر تحصل عمليه ضد مصر. وبالتالي بدانا الصبح امبارح في يعني نقول في مفاجأة، لأن المفاجأة دايما بتبقى أحد عناصر نجاح أي عملية عسكرية. 8 الصبح يوم الجمعة صدر البيان الأول وانطلقت القوات بتاعتنا تنفذ هذه العملية. القوات يا فندم كانت بدأت قبل إعلان البيان مش كده؟ طبعا أنا بقول بيان 8 الصبح، لكن إحنا من أول ضوء دايما بتبدأ عملياتنا في القوات المسلحة، دايما أول ضوء هو بيبقى بداية العمل. انطلقت القوات كلها امبارح في كل الاتجاهات اللي احنا قلناها الثلاثة، السيناوي، الدلتا، الاتجاه الغربي. وسيادة الرئيس امبارح زار مركز العمليات وتابع الكلام ده، وأصدر على حتى الصفحة بتاعته انه بيؤيد وبيتابع أعمال جنودنا العظيمة. آخر نقطة أقولها قبل أسمع منك أي سؤال، إن البيان الأول كان بيشمل إن لازم ما نحطش إن مكافحة الإرهاب على الجيش والشرطة، لكن ناشد المواطنين يجب أنها تساعد الجيش والشرطة، أي معلومات سواء مناطق السكن، الالتزام بعمليات التفتيش في الكمين وخلافه، إن اللي بيشوف أي جسم غريب موجود في منطقة لازم يبلغ عنه. فأنا أرجو إن المواطنين يلتزموا ويعاونوا القوات المسلحة في الشرطة في تأديت مهمها لهذه الخطة. وبالتأكيد ده دورنا كناس موجودين على هذه الأرض، في ناس بتحمينا وإحنا لينا دور في الداخل إن إحنا ندعم الناس دي ولو بالمعلومة أو بالكلمة. سيادة اللواء، عايزة أقف مع حضرتك الثلاث بيانات، الانتقال بين الثلاث بيانات، كنا فين وبقينا فين ووصلنا لفين؟ بصي، البيانات دي بيانات الهدف منها إن أي عمل بيتم القوات المسلحة بتعلن عنه. تمام. وده برضو بعد إذنك يدينا حاجة ان ارجو ان الاعلام يلتزم بالبيانات اللي تصدر من المتحدث العسكري. طبعا كل عمليه هتلاقيها بتتم هتلاقي المتحدث العسكري بيقول. يعني البيان الثالث كانت القوات الجويه امس عملت اغارات على اماكن التمركز واماكن التشوين والتخزين بتاعه هذه العناصر. فبالتالي مش عايزين نخش على السوشيال ميديا
واي اخبار بتجينا زي ما انا شايف الصبح النهارده. ما اعرفش جريده ايه كتبت، لوموند كتبت، كل الكلام ده انا ارجو لانه بتبقى ساعات معلومات مضلله لهدف منها خفض الروح المعنويه، رغم انك انت قد تظن انها معلومات سليمه وكويسه. وارجو برضو ان احنا من وسائل الاعلام كلها، بالذات انا بتكلم على السوشيال ميديا، انها تلتزم بما تبث القوات المسلحه من خلال المتحف العسكري. استمراريه البيانات دي يا فندم، هتفضل البيانات مستمره في الصدور لحين انتهاء العمليه؟ برضو سؤال كويس، ان كل الناس بتسال هتستمر فيه. احنا القوات المسلحه لما بتعمل عمليه ما بتحطش خطه زمنيه او زمن، انما احنا هننتهي بعد ما ننتهي من التعامل مع كل هذه الاهداف. والله لو عندنا 100 هدف او 20 هدف او 30 هدف في العمليه دي طبقا للخطه الشامله، لو اول ما نخلصهم بيبقى تمام، بيجي تمام للقائد العالي للقوات المسلحه ان القوات المسلحه نفذت المهمه تمام، فما فيش زمن، لكن هو مرتبط بعدد الاهداف اللي احنا هندمرها ان شاء الله. تقريبا احنا هنوصل لفين من خلال هذه العمليه؟ احنا هنوصل ان احنا نامن مصر. تمام؟ ان احنا كل البؤر تنتهي. وبرضه عايز اقول عشان برضه نقول للناس عشان ما تبقاش موضوع ان مثلا بعد ما تنتهي يقول احنا كده تمام ما فيش حاجه. بالظبط كده. ممكن تحصل حاجه واثنين وثلاثه، لان في حاجات بتبقى موجوده مستخبيه مش ظاهره. لكن على الاقل الاحداث الرهيبه اللي كانت بتتم قبل كده هتكون انتهت. لو احنا خدنا بالنا الشهر اللي فات كانت عمليات قليله جدا، لان تقريبا كان تم الاستيلاء على كل العناصر اللي هي او الادوات التفجيريه والديناميت اللي كانوا مخبيين. لدرجه النهارده مش عايز اقول لك ان احنا بدينا نفتش شويه السماد، لان السماد بيتاخد ويتعمل منه مواد متفجره. انما انا بنقول ان تقريبا معظم المواد المتفجره تم الاستيلاء عليها، اللي عندهم لا زال الحاجات بسيطه وقليله وممكن يعملوا بعد فيها اي حاجه مستقبلا، انما على الاقل مش هنلاقي عمليات كبيره زي ما كانت بتحصل قبل كده ضد قوات نفسينا او المنطقه الغربيه، لكن ان شاء الله تنجح قواتنا في اعاده الاستقرار والامان في مصر. واحنا بنتكلم عن العمليه سيناء 2018 وفي مناطق محدده، هل في تحركات اخرى داخليا سواء من الشرطه المصريه او القوات المسلحه في الاماكن البعيده عن سيناء؟ بصي، كل مكان النهارده مؤمن. انا مش عايز اقول تفاصيل لكن حد مثال عشان الناس ما تقولش ان انا بتكلم كلام عام. مناطق الكهرباء، مولدات الكهرباء، ابراج الكهرباء، الميه، كل دي بتؤمن النهارده بالكامل. لان مش هنقبل ان احنا واحنا قاعدين نامن سينا او كذا تحصل حاجه داخليه بقى. محطه الكهرباء او برج الكهرباء اتضرب. فانا بس مش عايز اوضح واقول كلام كتير في الموضوع ده، لكن احنا بنطمن الناس ان جميع المنشات الحيويه في مصر مؤمنه، جميع الاهداف التي تدي معونه للشعب المصري مؤمنه، ممكن نقول محطات المترو، يعني كل حاجه. فاطمني ان هذه الخطه زي ما قال خطه شامله بتشمل تامين كل مصر لصالح المواطن المصري. ان شاء الله. بشكر حضرتك سياده اللواء دكتور سمير فرج مدير اداره الشؤون المعنويه الاسبق على هذه المعلومات الدقيقه الحقيقه والرؤيه الوافيه والشامله للعمليه سيناء 2018. وكان في وقفات كتير جدا في هذه المكالمه وكان فيها تفاصيل كتير. النقطه الاهم اللي دورنا كاعلام ودور حضرتك كمواطن تكون واصله لك ان مصر امان، وان شاء الله مصر هتفضل امان. والحاجه الثانيه دورنا احنا كمواطنين وكناس موجودين في هذه البلد في الإدلاء بأي معلومة تدعم بيها الجندي الواقف بيحميك، تدعم بيها الاقتصاد اللي بيستهلك في العمليات اللي زي دي، تدعم بيها حاجات كتير جدا. فدورنا إحنا كمواطنين التحرك ولو بالمعلومة، ده أبسط دور ممكن حضرتك تأديه.